وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. من الذي منعك من رفع يديك؟ من الذي منعك من القيام في جوف الليل لمناجاة ربك؟ الله جل وعلا أخبر عباده أنه قريب، أنه مجيب، أنه رحمن، أنه ودود. ما منعنا الدعاء إلا للذنب الذي أخفيناه، أفلا نخفي بعد إخفاء الذنب توبة ثم دعاء؟ فإن الله يجيب. فإذا حرمت الدعاء حرمت السعادة في الحياة. اللهم تقبل منا ومن المسلمين يا رب العالمين.